السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتوا طيبين. عدينا نص رمضان، وبعد ما عدينا نص رمضان خلاص خلصنا اكتر من مسلسل، وفي اكتر من مسلسل في رمضان السنة دي عجبني جدا وعايز اتكلم عنهم. بس خلوني ابدأ بالمسلسل اللي انا بعتبره مفاجأة حقيقية، مسلسل اعلى نسبة مشاهدة. اعلى نسبة مشاهدة هو دراما مصرية واقعية بنسبة 100%، بتدور احداثها في 16 حلقة من اخراج ياسمين احمد كامل، ومن بطولة سلمى ابو ضيف وليلى زاهر وانتصار ومحمد محمود وفرح يوسف، ومعهم نجوم كتير جدا، كل واحد منهم عمل دوره بشكل هايل وعبقري. بس قبل ما اتكلم عن التمثيل انا عايز اتكلم عن المفاجأة الحقيقية بالنسبة لي، وهو الإخراج اللي عمل لنا حالة درامية مبهرة، حالة درامية من لحم ودم، منقولة من شوارع ومن بيوت ومن أماكن مصرية 100%. أنا بعشق المخرج اللي بيقوم بدوره الحقيقي، إنه ينقل لنا الواقع لو هو هيتكلم عن حكاية بتحصل فعلا في الواقع. أكيد لازم يضيف لها الجوانب الفنية اللي تخلي الحكاية تشد وتخلي الحكاية جذابة للمشاهدة، لكن أنا عايز أشوف بيوتنا، عايز أشوف الشوارع بتاعتنا، عايز أشوف الشخصيات اللي زينا، وهو ده اللي أنا شفته في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة. المسلسل اللي بيحكي حكاية عيلة مصرية بسيطة جدا، عيلة زيها زي مئات الآلاف من العائلات المصرية، بتكافح عشان تعيش، بتتعرض لظروف صعبة جدا، وبجانب الظروف المادية الصعبة دي كمان بتتعرض لمتغيرات ثقافية أكتر صعوبة. عيلة الأستاذ فتح البنهاوي، الراجل اللي بيناضل عشان يلاقي مصدر شريف لكسب الرزق، واللي عنده 3 بنات، واحدة منهم متجوزة وهي الكبيرة أمال، وعنده 2 أصغر منها شيماء ونسمة. مراته بتحضر أوردرات الأكل وبتشتغل في بيتها، أما شيماء ونسمة فهم دول أصحاب الحكاية الحقيقية. البنتين اللي عايشين سنة 2023 وبيتعرضوا لكل مغريات الحياة اللي حواليهم، واللي مش قادرين يوصلوا لحاجة منها، وعشان كده السوشيال ميديا بتمثل لهم طوق نجاة، سلم ممكن يطلعوا من عليه ويخرجوا من دايرة الفقر والاحتياج. لكن الأختين مختلفتين تماما، شيماء بنت هادية ورومانسية وحالمة، أما نسمة فهي بنت شقية وعندها روح المغامرة. بيحصل التغير الكبير في حياتهم لما بيتنشر لهم فيديو وبيطلع ترند، وبعد كده حال الأسرة بيتقلب تماما. المخرجة ياسمين أحمد كامل هي صاحبة فكرة المسلسل، ولأن عندها تصور كامل للحكاية قدرت تجسدها بأشخاص وأماكن حقيقيين. السيناريو والحوار من تأليف سمر طاهر، وعايز أقول إن موضوع إن صاحبة الفكرة والسيناريست الاتنين ستات إداهم فرصة كبيرة قوي إنهم يوصلونا أعماق الإحساس بتاع البنتين دول. ما افتكرش ان في اي كاتب راجل كان هيوصل للتفاصيل الصغيرة قوي في العلاقة بين الأختين، وكمان في تقديم دور الأم. تاني مفاجأة في المسلسل هي سلمى أبو ضيف، اللي شخصيا أنا ما كنتش بعتبرها ممثلة أبدا قبل المسلسل ده، كنت شايف إنها ممثلة محدودة جدا ومفيش عندها يعني موهبة كبيرة، وحتى ما بتسعاش إن هي تجتهد. دي كانت وجهة نظري، ودلوقتي بعترف إن هي كانت غلط تماما. سلمى شاطرة جدا واستفادت كتير من توجيه المخرجة ياسمين أحمد كامل، وقدمت لنا شخصية شيماء بشكل هايل. طبعا كنت في اول 3 حلقات متضايق شوية من اللهجة اللي كنت حاسس ان هي مش ظبطها 100%، لكن يعني انا شخصيا تجاوزت ده بعد 3-4 حلقات، ومش عارف هل هي نفسها يعني النطق اتغير وظبط التون، ولا انا خلاص اتعودت. لكن في النهاية انا استمتعت جدا بتجسيد شخصية شيماء. طبعا كل الناس اتكلمت عن تمثيل انتصار وادائها العبقري في شخصية الام، لكن دي مش مفاجأة بالنسبة لي، انا شفت انتصار في ادوار زي دي يعني اقوى قبل كده. طبعا كلنا فاكرين دورها في مسلسل ذات، بس بالتأكيد طبعا هي تميزت في دور الام هنا في اعلى نسبة مشاهدة. اما بقى ليلى زاهر اللي كل الناس معرفش يعني بتحب ان هي تهاجمها، انا شايف ان ليلى زاهر قدمت شخصية نسمة بشكل هايل جدا، يعني خلتني فعلا اكرهها، خلتني احس بمدى الغل والحقد اللي موجودين جواها ناحية اختها، مع ان ده بيتغير في اخر حلقتين وبنكتشف ان هي نفسها كمان عايشة ازمة نفسية وعندها معاناة كبيرة. محمد محمود عمل دور الاب بشكل هايل جدا، شكل انساني بسيط وصل لي معاناة راجل مش قادر يقدم لبناته اللي هو بيحلم بيه. طبعا مش هفوت الكلام عن فاكهة المسلسل اسلام ابراهيم وأداؤه الحلو، يعني أنا بحب إسلام إبراهيم جدا وبحبه في الكوميديا، وبحب كمان لما بيعمل أدوار اللي فيها يعني سنة شر كده، لأنه يعني شر بيخليك تضحك، لكنه بجانب ده كان متقمص تماما شخصية زوج الأخت المبتز المستغل، الشخص الفهلاوي والحلنجي، عملها بشكل عبقري. بجانب كل الأبطال دول أنا عايز كمان أشكر أبطال تانيين مهمين جدا في المسلسل. عايز أشكر مهندس الديكور أحمد عباس اللي قدم لنا
لوكيشنات او مواقع تصوير مبهرة، عمل لنا يعني بيت مصري حقيقي زي كل البيوت. طبعا عايز اشكر كمان طاقم الانتاج اللي قدر يوفر للمخرجة والممثلين بيئة التصوير المناسبة في شوارع القاهرة ومنطقة الحطابة ومصر القديمة. لولا ده انا شخصيا ما كنتش هتعلق بالمسلسل للدرجة دي. كمان عايز اشكر جدا الستايلست خالد عزام اللي لبس ابطال المسلسل لبس حقيقي 100%، لبس بنشوفه فعلا في الشارع، ما كانش عنده تصور وما اخدش اللبس ده من مسلسلات زي ما ناس كتير تانية بتعمل. المونتاج كان هايل من معتز الكاتب، وطبعا مدير التصوير الرائع يوسف بارود اللي قدم لنا صورة حلوة جدا. استمتعت جدا بمسلسل اعلى نسبة مشاهدة، وتاني مرة عايز أشكر المخرجة ياسمين أحمد كامل على المجهود وعلى الإخلاص في تقديم عمل فني بالروعة دي، وأتمنى لهم كلهم التوفيق والنجاح في الأعمال الجاية إن شاء الله. قولوا لي رأيكم في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، إيه اللي عجبكم وإيه اللي ما عجبكوش، وحسيتوا قد إيه القصة دي ممكن تكون فعلا حصلت في الواقع ده لو ما كانش فعلا هي متاخده من حكايات 2-3 احنا عارفينهم. وقولوا لي كمان ايه الاعمال التانيه اللي فاجئتكم قبل كده، اللي انتوا كنتوا متوقعين انها هتبقى عاديه لكنها طلعت حلوه جدا. متشكر لكم جدا على المتابعه، ما تنسوش السبسكرايب والفولو واللايك والشير، وهنتقابل تاني ان شاء الله في مراجعات تانيه كتير.